كنا المره اللي فاتت بدانا عرفنا بس يعني ايه سيمي انفينيت سوليد، فاكرين حد يوقف يقول لي بقى كده يعني ايه سيمي انفينيت سوليد؟ احنا عارفين البروبرتيز على خط واحد وما يهمناش او ما نعرفش البروبرتيز على سطح. الكونديشنز باوندري كونديشن يعني عرفوا على سطح وما عرفوش على السطح الثاني ليه، ما عرفوش عن السطح ما عرفش اي حاجه عن السطح الثاني ليه؟ لانه الثيكنس كبير جدا فما عنديش معلومه الناحيه الثانيه وما تهمنيش حتى لو عندي، زي ما قلنا فاكرين البنج ده ما قلنا من هنا ومن هنا، فانا مش فارق معايا بقى الناحيه الثانيه دي ايه النظام، انا يهمني بس الحته دي. ده تعريف السيمي انفينيت سوليد صح كده؟ وقلنا ان احنا عندنا بقى بما ان انا عندي سطح واحد، سطح واحد بس هو اللي انا عارف عنده الكونديشنز، فقلنا ان احنا هيبقى عندنا ثلاث حالات للكونديشنز اللي على السطح ده، ايه هما؟ ها اول حاله كانت ايه؟ ايوه كونستانت سيرفيس تمبرشر، ان انا الجسم كله انيشال كان عند تمبرشر معينه. ركز بقى عشان النهارده محاضره من اسخف ما يكون. ايه في حد قال حاجه؟ قول قول. طيب فهي محاضره تقيله عليا فاستحملوني واستحملكم ونمشي الدنيا النهارده. فانا عايز تركيز بقى عالي قوي عشان ايه نبقى تو ذا بوينت، يعني الطلقه اللي تطلع مش هترجع، مش هعيد تاني كلام انا النهارده. كنت بقول ايه بقى؟ ان انا عندي الجسم اهو، الجسم اهو انيشيالي كل التمبرشر بتاعه الجسم ده في كل النقط زي بعض انيشيالي، احنا عارفين التمبرشر از يونيفورم. وبعدين عند سطح بقى معين، ما افترض مثلا ان هي دي ده الجسم اللي عندي وبهيت من هنا، مش دعوه بقى من الناحيه الثانيه خالص انا. طيب فهنا انيشال تمشي كان مثلا 120 كان اي رقم، فجاه انا خليت السيرفس ده رقم ثاني تمبرشر ثانيه وثبتها على كده، فطبعا نتيجه اللي انا عملته ده هيحصل بقى تغير في التمبرشر جوه. انا عايز اعرف بقى جوه ايه النظام، التمبرشر تبقى فانكشن جوه في ايه؟ ها في اكس وايه ثاني وتايم طبعا صح كده. بس فالكونديشنز اللي هنا دي يا اما اول واحد اللي احنا قلناه دلوقتي ان السيرفس تمشي ده ثابت برقم غير الانيشال يعني، او ها الحاله الثانيه كونستانت هيت فلكس، انا بعمل هيتنج مثلا بريت معين ثابت. طبعا ده معناه ان السيرفس تمشي لا يمكن يبقى ثابت، انا عمال اسخن بسخن بنفس المعدل. المره اللي فاتت كنت بسخن بمعدلات مختلفه عشان اثبت التمبرشر، لكن المره دي انا مش هاممني التمبرشر، بسخن بمعدل ثابت وخلاص، فالتمبرشر كده هتزيد. تمام دي الحاله الثانيه ان انا معايا كونستانت هيت فلكس على السيرفيس ده. الحاله الثالثه والاخيره عندي كونفكشن في فلويد له هيت ترانسفر كوفيشنت معين والتمبرشر معين، فعندي فلويد بره هنا له تي انفينيتي واتش، خلص الموضوع. دي الثلاث حالات اللي عندي. طيب فدي مبدئيا الثلاث حالات اللي احنا عايزين ايه نوصل لحلول فيهم. كويس كده؟ تعال بقى نبدا الموضوع من اوله بقى خالص. احنا دلوقتي فهمنا طبعا، انا خلاص اللي كان انا هنا بشرح لك يعني ايه سيمي انفينيت سوليد اصلا، بقرا بقى الكلام ده. Provides useful information for many practical problems. الكلام ده احنا شرحناه المره اللي فاتت خلاص، قلت لك يعني ايه وبنستفيد منها ايه وبتاع. طيب خلينا نبدا بقى من اول هنا، احنا عايزين دلوقتي نحل الهيت كوندكشن ايكويشن مش كده؟ عشان نوصل لايه؟ للتمشر فانكشن في مين؟ في اكس وتايم. يبقى احنا نرجع بقى للهيت كوندكشن ايكويشن بتاعتنا، يلا اهي مش كده؟ طبعا هي دي الهيت كوندكشن ايكويشن تحت انهي كونديشنز؟ ها حد يرص لي بقى، عايز رصه كده. اول حاجه 1 دايمنشن نكنسل اكس وواي يعني صح؟ ده غير اصلا انها كارتيزيان. طيب الحاجه الثانيه كونستنت ثيرمال كوندكتيفيتي، الكي واخدها كونستنت كان هنا بارشال اكس، كي بارشال تي بارشال اكس، خدت الكي بره وبقت بارشال سكوير صح كده؟ فالكي كونستنت ورحت قاسم المعادله كلها على الكي وجت من هنا الالفا لو فاكر. ثالث مفيش انترنال هيت جنريشن صح كده؟ فانا عندي دلوقتي ثلاثه كونديشنز واصلين لدي خلاص، وهو ده الكونديشنز اللي عندي وعايز احل دي بقى. بص بقى المعادله دي زي ما حضرتك شايف كده سكند اوردر بارشال ديفرنشال ايكويشن صح؟ حلها من اصعب ما يكون. وعشان تحل معادله زي دي محتاج كام كونديشن احنا قلنا؟ محتاج ثلاثه، اثنين باوندري واحده واحد انيشيال. طب تعالى نفكر كده، عايزين نطلع الثلاثه. ها اول باوندري هو حاله من الثلاثه بتوعنا
صح؟ يعني عند اكس بزيرو مش كده؟ مش احنا قلنا هنقيس دايما من السيرفس اللي عندي المعلومات؟ اللي عندي المعلومات عنده. يبقى عند اكس بزيرو يا اما التي سيرفس معايا او التي يعني هتبقى تمشي عند الاكس دي معايا او الهيت فلكس معايا او انا عارف ان في كونفكشن والكونفكشن ده هسويه بالكوندكشن. فالباوند كونديشن الاولاني عند اكس بزيرو معايا. سواء الحاله دي او دي او دي. ها ايه الباوندري كونديشن الثاني؟ باوندري ثاني ان عند اكس بانفينيتي. طبعا انفينيتي مش لازم تبقى على 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 في روسيا مثلا، يعني ان احنا بنتكلم في تي انفينيتي يعني بعيده بقى عن السطح بتاعي، خلاص بعيده شويه عن السطح بتاعي. التي بكام؟ التي بكام؟ بتي انيشيال، ملهاش علاقه بالانفينيتي خالص بقى. ما هو الجسم ده كله انيشيالي كان عند رقم. خلاص يبقى في الاخر خالص ما حسش بالتغير اللي حصل ده. فاللي في الاخر خالص النقطه البعيده عند اكس بانفينيتي التي بكام؟ بتي انيشيال. ده باوندري كونديشن تاني اهو. يبقى انا باقي لي مين؟ واحد انيشيال. ها ايه الانيشيال؟ ها عند تايم بزيرو التي تي انيشيال عند اي اكس. بس كده انا هحل المعادله صح. احلها ازاي دي قصه تانية خالص، بس احنا بالنسبه لنا احنا كده المعادله تتحل صح ولا لا؟ ها تمام. عندك سؤال؟ طيب جميل. فادي الكلام اهو. الانيشال كونديشن عندنا كذا، الانتيرير ده بنسميه انتيرير باوندري كونديشن اللي هو عند اكس بانفينيتي ده. انتيرير لانه جوه يعني. جوه الجسم يعني. عند اكس بانفينيتي تي بتساوي تي انيشال. حصل بقى حاجه بقى هنا. بص انا هحكي لك النهارده حدوته كده وامشي معايا فيها يعني. اللي حصل بقى انه احنا دلوقتي معانا الثلاثة كونديشنز ومعانا سكند اوردر بارشال ديفرنشال ايكويشن. احنا كناس ميكانيكال مش هنعرف نحل المعادله دي من الاخر يعني. فهنعمل ايه؟ حد يقترح عليا اقتراح؟ هنعمل ايه؟ لا احنا عايزين نحلها. فاحنا لا مش هنثبت حقيقيه خلاص، احنا كده خلاص احنا عندنا المساله اتحددت. هاخدها كده هيله بيله زي ما هي كده واروح لواحد بتاع ماثيماتكس اقول له خد يا سيدي عندك معادله. هو ما يعرفش المعادله دي بتاعت ايه بقى، خلي بالك. هو شايف ايه؟ اكس وواي وتي وحاجات كده، فاهمين؟ وادي الكونديشنز اهي، حل لي المعادله دي عشان انا ما اعرفش. دي شغلته ودي شغلتي. فهو حل المعادله، راح كده غاب سنه كده وجه قال لي انا جبت لك حل المعادله دي، وحل اناليتيكال. حل ايه؟ اناليتيك يعني معادلات، يعني مش تشارتس ولا نيوميريكال، مش حل نيوميريكال، حل اناليتيكال يعني هو كامل وعمل حل. فانا رحت واخد الحل ده منه. السلام عليكم. فاحنا النهارده جايين نعمل ايه؟ احنا جايين النهارده بقى نعمل ايه؟ نفيريفاي الحل، نشوف الحل ده حصل. احنا مش هنشوف حصل ازاي، انما احنا هنتاكد انه حل سليم. فاهمين الفكره؟ يعني احنا مش هنقعد النهارده نحل المعادله، لان ده شغل فيري فيري تاف ماثيماتكس، مش هنيجي جنبه. انما احنا هنعمل ايه؟ نتاكد ان الحل اللي الراجل ده بيقوله لي سليم، بس ده اللي احنا هنعمله. يعني مثلا جيت انا قلت لك انا عندي انتجريشن بتاع حاجه، يلا اعمل الانتجريشن. فانت مش عارف تعمل انتجريشن، فروحنا عند واحد قال لك والله الانتجريشن حله اهو، راح مديك حاجه ثانيه اهو. انا ما اعرفش وصل للفورمه دي ازاي، انا ما اعرفش وعمل ايه، بس انا ممكن اعمل ايه؟ اخد اللي جابه ده وافضله واشوف هيطلع الكلام ده ولا لا. طلع هو يبقى تمام، هو اشتغل على كده. ده اللي احنا جايين نعمله بقى النهارده. فاهمين؟ هناخدها بالعكس، بالراجع، نتاكد ان الكلام ده سليم. سنس الكلام ده سليم، خلاص كده نشتغل بيه وخلص الموضوع واحنا مقتنعين يعني. فاهمين هنعمل ايه؟ كويس عشان ما حدش بس يعك الدنيا، مش جايين نحل. فهو بقى الراجل بقى بتاع الماثيماتكس ده ادعى ادعاء فظيع، قال لك بص ده انا جبت كلوزد فورم سوليوشنز اناليتيكال، زي ما بقول لك كده، حل بالمعادله بالظبط. كان بي اوبتين فور 3 امبورتنت سيرفيس كونديشنز ابلايد ات اكس ايكوال 0 اللي احنا قلنا عليهم. عند الثلاث حالات دي قدر الراجل ده يوصل لحلول معادلات. تمام. ايه هم الثلاثه كونديشنز؟ احنا خلاص اتكلمنا برضو فيهم، فتعالى نعدي عليهم بسرعه. عند الكيس الاولانيه التمبرشر عند اكس بكام؟ بزيرو على السيرفس واي تايم بتي اس. انا مثبت التمبرشر، ركز بس عشان في حته كده مهمه. دي الكيس الاولانيه اهو، بص كده ادي التمبرشر مع التايم مع الاس مع الاكس، ده الاكس اهو.
يعني ده بدايه، ده السطح بتاعي بدايته من هنا، وده بقى ايه الباقي. طبعا التمشر دايما عند السطح بكام؟ انا مثبتها عند كام؟ عند تي اس. طب كل ما الزمن يعدي، طبعا خلي بالك عند لحظه معينه تلاقي الديستريبيوشن كده، صح ولا لا؟ لان في الاخر عند اكس كبيره قوي التمشر لازم يبقى بكام؟ بتي نشر القليله، انا مثبت عند 100 وهم كانوا عند 20 كلهم. فعند اي تايم تلاقي الديستريبيوشن عامل كده. طب لو عند تايم تاني اعلى شويه، الديستريبيوشن بادئ من عند نفس النقطه بس اعلى، مش كده؟ التمشر اعلى، صح ولا ايه؟ وكل ما تزود التايم الكيرف يزيد، بس خلي بالك كله بادئ من عند نفس النقطه اللي هي تي اس، انا مثبت. واضح؟ دي الكيس الاولانيه. الكيس الثانيه لا، انا مثبت ايه بقى المره دي؟ الهيت فلكس. مثبت الهيت فلكس، فبص كده عند كل نقطه هنا السيرفيس تمشر بتزيد مع التايم، اهي نفس السيرفيس بتزيد مع التايم، انما ايه اللي ثابت؟ الكيو دبل داش. الهيت فلكس هو اللي ثابت على السيرفيس، فخلاص بنقول ان كيو دبل داش عند السيرفيس ايكوال ايه؟ الرقم اللي معايا ده، الهيت فلكس الجيفن اللي انا مثبته. وده طبعا خلي بالك ده الكيو باي كوندكشن، ده من فورير، مش كده ولا ايه؟ الهيت فلكس اللي انا مثبته ده بيتنقل جوه في السطح الاولاني عند اكس بزيرو، بيتنقل باي كوندكشن. فانا شايل الاريا اهو مع الفلكس ده اللي معايا، وادي الكلام ده. شايف البارشال تي بارشال اكس بكام؟ بارشال تي بارشال اكس بكام هنا؟ لا مش بزيرو، بارشال تي بارشال اكس دي عند اكس بزيرو بكام؟ الكيو دبل داش على الكي، يعني رقم ثابت. يعني الهيت فلكس، عشان الهيت فلكس ثابت فاصبح التمشر جريدينت ثابت عند اكس بزيرو. يعني عند اكس بزيرو السلوب بتاع الكيرف ده ثابت. بص كده، السلوب هنا ثابت، السلوب هنا ثابت، السلوب هنا ثابت. فاهمين؟ فما ينفعش التي تبقى ثابته. بص هنا كده، عشان التي ثابته، هل السلوب هنا 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 عند النقطه دي ثابت؟ لا طبعا، السلوب عمال يتغير كل شويه. لكن هنا انا مثبت السلوب، يبقى التي لا يمكن تبقى ثابته. يعني جبتها لك من كل ناحيه اهو. واضح الكلام ده؟ دي الكيس الثانيه. اي سؤال؟ الكيس الثالثه والاخيره زي ما قلنا كده، ان احنا عندنا الكونفكشن بقى، عندي تي انفينيتي واتش خلاص، وبنقدر نقول بقى انه الكيو باي كونفكشن اللي هي اتش ايه دلتا تي. بنتكلم عن فلكس، فادي الاتش في الدلتا تي هي تي انفينيتي ماينس التي عند اكس بزيرو عند السطح واي تايم بقى خلاص. ادي الاتش في الدلتا تي دايما ده بيساوي ايه؟ الكيو باي كونفكشن، الكيو باي كوندكشن عند اكس بزيرو. باوندري كونديشن. يبقى انا الثلاثه باوندري كونديشن موجودين اهم. هو الراجل بتاع الماثيماتكس ادعى ايه بقى؟ قال لك ايه؟ ها قال ايه؟ قال ايه؟ ان انا عندي حلول للكلام ده في الثلاث حالات دي. وراح قايل حاجه بقى فظيعه جدا، راح قايل لك بقى بص، احنا لما جينا حلينا المعادله دي، معادله صعبه قوي، معادله صعبه، سكند اوردر بارشل، فاحنا عملنا حاجه ان احنا اكتشفنا، اخترعوا لقوا كده، لقوا فيريبل اسمه سيميلاريتي فيريبل، لقوه. السيميلاريتي فيريبل ده اسمه ايتا. اسمه ايه؟ ركز بس معايا، ركز معايا دلوقتي، اسمه ايه؟ ايتا. ايه الايتا ده بقى؟ قال لك الايتا ده فانكشن في اكس وتايم. الايتا فانكشن في ايه؟ في اكس وتايم. طب ايه يعني عم بيه يعني؟ قال لك انا قدرت احول المعادله دلوقتي، بدل ما هي التمبتشر، ركز معايا قوي، بدل ما هي التمبتشر فانكشن في اكس، مش التمبتشر فانكشن في اكس وتايم، عشان كده هي بارشال، مش كده؟ لا، التمبتشر فانكشن في ايتا بس. فاهمين اللعبه؟ فهو لما قدر يعمل الشغلانه دي، المعادله اتحولت من سكند اوردر بارشال ديفرنشال ايكويشن الى سكند اوردر اوردينري ديفرنشال ايكويشن. سينس انها سكند اوردر اوردينري ديفرنشال ايكويشن، وي كان سولف ات اسهل كتير. فاهمين اللعبه؟ فدلوقتي احنا لقطتنا فين؟ عايزين نعرف ازاي قدر يحول، او مش يحول، ازاي قدر يكتشف الايتا دي، او يعني الايتا دي بتساوي ايه اللي تخلي الكلام ده يحصل. تمام؟ فهمنا؟ بس فهو بيقول لك ايه بقى؟ هناخد الكيس الاولانيه، او اللي هي الكيس الاولانيه اللي هو السيرفيس تمشي ثابت. وتعال نشوف بقى عمل ايه. قال لك السيميلاريتي فيريبل اسمه ايه؟ اسمه ايتا، ماله؟ اكزيستس، موجود، لقوه. مين لقاه؟ مش احنا طبعا. الناس بقى اللي شغاله في القصه دي بتوع الماس. فعندك سيميلاريتي فيريبل ايتا اكزيستس، ثرو ويتش الكوندكشن ايكويشن مي بي ترانسفورمد فروم ايه بقى؟ بي دي اي الى او دي اي.
ordinary differential equation expressed in the single similarity variable ايتا بس. وبالتالي انا هحول دلوقتي بدل ما انا شغال ودماغي كلها متبرمجه على ان التي فانكشن في اكس وتايم، لا دماغي دلوقتي تتبرمج على ان التي فانكشن في مين بس. حلو كده؟ طيب يا سيدي ايه بقى فين الايتا بقى بتاعتك دي؟ قال لك الايتا ايه؟ الايتا بتساوي اكس على سكوير روت 4 الفا تي. جابها منين؟ والله ما اعرف. احنا مش جايين نعرف جايبها منين، ما احنا قلنا احنا جايين النهارده ايه؟ مش نحل، لا نتشيك بس عليه، نتشيك عليه، عارف انت عايزين نطلع له غلطه. فهو قال ادي الايتا سيميلاريتي جروب، الايتا فانكشن ادي الاكس وادي التايم، خلاص دخلوا الاثنين في بعض وقدر بقى يوصل ان التي فانكشن في الايتا وخلص الموضوع. طب هل فعلا الكلام ده صحيح؟ عايزين نتاكد. اولا لو لاحظت كده، ما اعرفش انتوا ملاحظين ولا لا، يعني ان الايتا دي لو خدت انت الاكس وقسمتها على الجذر، سيبك من الاربعه دي مالهاش يونتس، اليونتس بتاعت الالفا في اليونت بتاعت التي تحت الجذر، وعملت الحسبه دي تطلع ان الايتا دي دايمنشنلس. ودي عظمه. ليه عظمه؟ ايه المفيد في كده؟ هو طلع لي حل، انتهى الموضوع لاي حاله بقى، مش للحاله دي بالذات، مش للرقم ده، مش للاتش دي، مش للكي ده، يعني فاهمين؟ حاله عامه بقى. طيب فهو دلوقتي بيقول لك والله الراجل بتاع الماثيماتكس برضو ادعى، يعني ادعى ان المعادله اهي دي بتاعتي اللي انا كنت عايز احلها، البارشل سكند اوردر بارشل، قدر يجيبها كده، قدر يجيبها كده. واضح الكلام ده يا جماعه؟ فاحنا عايزين نشوف بقى الكلام ده صح ولا ايه، ولا ايه الكلام؟ فتعال نشوف، نبص بقى. محدش يقول لي دي جت منين، ها؟ انما انا ممكن اثبت لك دلوقتي دي اتحولت دي ازاي؟ يوزنج دي. فاهمين؟ يلا. بص بقى، يعني زق معايا اليوم، يعني زق معايا المحاضره. دلوقتي ده البروف بتاعها. بيقول لك احنا هنعمل ترانسفورم للديفرنشال اوبريتورز دي، يعني ايه؟ مش مهم دلوقتي، انا بس بقول لك دلوقتي بفكرك حاطط لك مربع فوق كده عشان تفتكر ان التي هي اصلا فانكشن في اكس وتايم، احنا اخترعنا الايتا اللي بتساوي الكلام ده اللي هي فانكشن في اكس وتايم، وبالتالي التمشه فانكشن في ايتا، بفكرك بالكلام ده. طيب هو عمل ايه بقى؟ ركز بقى معايا كده، ركز. قال لك والله يا سيدي احنا المعادله اصلا فيها ايه؟ بص المعادله اللي احنا عايزين نحولها بارشل سكوير تي بارشل اكس سكويرد، مش كده؟ فهنمسك احنا بس ده الاول ونحاول نشوف له صرفه ونحوله لايتا، بدل ما هي بارشل تي سكوير بارشل اكس 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 اللي ضايقاني، مش عايز اشوف اكس انا. فاحنا هنمسك بس نبدا الاول بالبارشل تي بارشل اكس بالفيرست ديريفيتيف قبل ما اروح للسكند. فقال لك البارشل تي بارشل اكس ده بتساوي ايه؟ بارشل تي بارشل اسف دي تي باي دي ايتا في بارشل ايتا بارشل اكس، ما عملش حاجه، تشين رول عارفينها طبعا، صح كده؟ طبعا هو كاتبها دي دي تي مش دي تي باي دي ايتا، مش كاتبها بارشل لان تي فانكشن في ده بس. طيب طيب يا سيدي ادي دي تي باي دي ايتا هي زي ما هي، ما عملش فيها حاجه. البارشل ايتا بارشل اكس اقدر احسبها، ما انا معايا الايكويشن بتاعت الايتا، فانا اقدر افاضلها بالنسبه لايه؟ بالنسبه للاكس طلع ال1 اوفر جذر 4 الفا تي، ده مفيش مشكله. طيب ادي كده اللي معايا ده مين ده؟ ده الفيرست ديريفيتيف للتمبرتشر، بس المعادله ما عنديش فيها فيرست ديريفيتيف، انا عندي فيها ايه؟ فتعال نروح نشوف السكند. يلا السكند ديريفيتيف ده اصلا عباره عن ايه؟ عباره عن بارشل بارشل اكس بتاع بارشل تي بارشل اكس اللي هي معايا اساسا من فوق هنا، مش كده؟ فانا رحت عامل ايه بقى؟ البارشل بارشل اكس دي خليناها بارشل بارشل ايتا بارشل ايتا بارشل اكس، تشين رول برضه. حد زعلان ليه بالكلام ده كله لمين؟ للبارشال تي بارشال اكس. طب البارشال تي بارشال اكس ما هي، مش كده؟ هنفضلها بالنسبه لمين؟ لايتا. الكلام ده ثابت، يبقى انا دلوقتي بدل ما ده كان فيرست ديريفيتيف بقى ايه؟ بقى ده سكند ديريفيتيف، واتضرب في مين دلوقتي؟ في البارشال ايتا بارشال اكس اللي انا بعرف احسبها برضه اهي، صح ولا ايه؟ اختصر بقى وسمبليفاي حاجات مع حاجات وطير ومش عارف ايه، وصل توصل للشكل ده. يبقى دي سهله اهي، خلاص دي قدامك، تمام. طيب يبقى احنا دلوقتي وصلنا للسكند ديريفيتيف للتمبرتشر بيساوي الكلام ده، حلو ولا مش حلو؟ ها حلو جميل. ادي يا سيدي الكلام، خلي بالك ما تنساش بقى السكند ديريفيتيف للتمبرتشر اللي هو اول ترم عندي في المعادله، قدرت اوصله للشكل ده. بص كده في الشكل ده بقى فيه دي سكوير دي سكوير مش بارشل دي سكوير تي باي دي اكس باي دي ايتا سكويرد مضروب في رقم 1 على الفا تي. خلي بالك انا لا عايز اشوف اكس ولا عايز اشوف تي،
عشان يبقى السيميلاريتي جروب بتاعه ده منطقي وصح. ما خلي بالك انا لو جيت عوضت بعد كل الكلام ده في الاخر في المعادله لقيت فيها اكس او تي لسه باقيين يبقى الكلام ده الراجل ده هتقاص. انتوا فاهمين بقول ايه ولا لا؟ تمام. طيب بس انا عندي دلوقتي لسه فيها التي دي فمش عارف هيحصل فيها ايه. خلينا نشوف اهو ده اللي احنا وصلنا له دلوقتي صح. اهي نفس المعادله ان البارشال سكوير تي بارشال اكس سكوير بيساوي الكلام ده. اسف لسه. طيب كده احنا خلصنا السكند ديريفيتيف مع الاكس. باقي لي مين بقى في المعادله هناك؟ الفيرست ديريفيتيف مع التايم مش كده؟ طيب ادي البارشال تي بارشال تايم بتساوي دي تي دي ايتا ها بارشال ايتا بارشال تايم مفيش مشكله. الدي تي دي ايتا دي اهي زي ما هي وادي البارشال ايتا بارشال تايم ده بعرف احسبه ما انا معايا الايتا فانكشن في تايم. هفاضل المره دي بالنسبه لمين؟ للتايم. يبقى انا جبت الكلام ده. حد متضايق؟ يبقى انا عندي ادي بارشال تي بارشال ايتا بالكلام ده خد بالك بقى. وعندي من المره اللي فاتت البارشال سكوير تي بارشال اكس بتساوي الكلام ده. لحد هنا احنا حلوين عظمه. نعمل ايه دلوقتي بقى؟ نروح بقى نروح ناخد الكلام ده ونعوض فين؟ نقدر دلوقتي نروح بقى نعوض في الكونكشن ايكويشن بتاعتنا اللي هي فين؟ اللي هي دي. هنشيل بقى كل ترم من هنا ونرمي مكانه اللي احنا وصلنا له ده. يلا اعمل انت بقى الشغلانه دي اهو. هتلاقي انه ادي البارشال سكوير تي بارشال اكس سكوير اهي. خدها ارميها هنا زي ما هي اهي. والناحيه الثانيه واحده على الفا بتاعت المعادله في البارشال تي بارشال تايم اللي هو ده اهو. بس خلاص. حد متضايق؟ هتلاقي ايه بقى حضرتك كده؟ بص كده فيها. هتلاقي ايه؟ بص كده ركز. ها ده المنظر اهو دلوقتي ده المنظر النهائي. ايه الملاحظه؟ ها ان انت ما تنساش ان اصلا الالفا الايتا دي بتساوي اكس على 4 الفا تي. واخد بالك؟ يعني هتظهر هنا تاني. فاهمين ولا لا؟ لما تعمل سمبليفيكيشن هتظهر تاني وتلاقي نفسك وصلت للمعادله دي بعد شويه سمبليفيكيشنز بسيطه جدا بعينك تجيبها يعني. ايه بقى المعادله دي تقول لك ايه؟ المعادله دي تقول لك ايه؟ مفيش اكس وتي. ده معناه ان الراجل ده ايه؟ معناه ان الراجل ده ايه؟ لا معناه ان الراجل ده احتمال كبير يبقى صح مش صح. حد عارف ليه؟ لا اصل ايه؟ ما هي هو كده حول المعادله. هو حول المعادله من انها سكند بارشال ديفرنشال ايكويشن الى سكند اوردينري ديفرنشال ايكويشن. عمل كده. انما انا ليه انا بقول لك انه لا مش انا لسه مش مالي ايدي منه عشان ايه؟ ما عملش. ما انا عملت اهو. عمل اكتر من كده ايه؟ يا جماعه انا بتكلم ماس دلوقتي. ديفرنشال هو انا لسه ما حل. يا جماعه ركزوا الله يخليكم. انا لسه ما حلتش المعادله اصلا. انا حولت شكلها من بارشال لاوردينري. انا لسه عايز بقى لسه احلها. لكن انا بس يعني فكره ادعاء مبدئيا ان انا عندي في سيميلاريتي فيريبل اسمه ايتا فانكشن في اكس وتايم هيدخل يحول لي الكوندكشن ايكويشن من سكند اوردر بارشال سكند اوردر اوردينري طلع سليم. ده اللي انا بقوله دلوقتي. لسه ما حلتش بقى. المفروض امسك انا بقى دي اعمل فيها ايه؟ احلها كامل بقى واشوف احلها ازاي انا. انتوا فاهمين ولا لا؟ انما انا ليه في اللحظه دي ما بقولكش برضو ان الراجل ده رغم انه الكوندكشن ايكويشن طلعت ما فيهاش لا اكس ولا تايم الا انه لسه انا مش متاكد انها صح. مش متاكد ان فعلا الايتا دي سيميلاريتي فيريبل صحيح. ليه؟ عشان لسه عندي باوندري كونديشنز. مش كده؟ مش المفروض لسه عندي انا عندي كام كونديشن؟ ثلاثة. هل بقى ما خلي بالك دلوقتي خلي بالك انسى اكس وتايم مفيش. انا عندي التي فانكشن في ايتا دلوقتي. يعني انا عايز ايه؟ عايز عندي التي بكذا ايتا بكذا او يعني عندي ايتا بكذا التي بكذا صح؟ هي دي الكونديشنز المفروض تكون موجوده الجديده. يبقى المفروض رغم ان انا اصلا كانت الكونديشنز اصلها عندي عند اكس بكذا كانت التي بكذا صح؟ يعني لا انا عايز كمان عشان ابقى اقول ان الراجل ده فعلا صح لازم اروح للباوندري كونديشنز واقدر اتاكد انها فعلا كلها اتحولت من انها التمشن فانكشن في اكس وتايم الى التمشن فانكشن في ده بس. يعني الباوندري كونديشنز يبقى عند ايتا بكذا التمشن بكذا عند ايتا بكذا التمشن بكذا بس كده. فاهمين الفكره؟ دي نقطه. النقطه الثانيه في حاجه ثانيه بقى مهمه جدا دلوقتي. بص كده على المعادله دي. المعادله دي التمشن بتتغير مع مين؟ مع الايتا.
يعني انت المعادله دي فكر فيها ماس، فكر فيها ماس، المعادله دي عشان تحلها محتاج ايه؟ تو كونديشنز بس مش ثلاثه، مش كده؟ انا كنت قبل كده محتاج ثلاثه عشان عندي تايم بقى، مفيش هنا بقى خلاص، ما في فيريبل اختفى، فانا كده طب ايه ده؟ طب ده انا هناك كان عندي ثلاثه باوندري كونديشنز، انا هنا عايز اشوف كام؟ فاهمين؟ فانا لو حصل دلوقتي ورحت راجعت على الباوندري كونديشنز لقيت ان فعلا الباوندري كونديشنز ريديوست الاثنين وكلهم الاثنين دول ما فيهمش اكس وتايم، يبقى الراجل ده 10 10. فاهمين الحته اللي ناقصه؟ فاضله تكه كده. ما احنا هنروح نشوف بقى دلوقتي. بس فاهمين انا داخلين على ايه؟ انا رايح اتشيك على ايه دلوقتي؟ على الباوندري والانيشال كونديشنز. يلا بينا. دلوقتي ادي المعادله اهو، الراجل ادعى ان هي مش ادعى الحقيقه، هو المعادله دي احنا وصلنا لها دلوقتي بالجبر. مش كده؟ شويه كالكولس يعني. طيب وان التنشن فانكشن في ايتا خلاص. بفكرك برضو الحاجات دي حطها قدامك عشان هنحتاجها. دلوقتي بقى تعالى بقى نفكر احنا ايه الباوندري كونديشنز والانيشال كونديشن اللي كان عندنا؟ اول حاجه كده كان عندنا مين؟ ها؟ بص كده عند اكس بزيرو، فكر فيها اكس وتايم دلوقتي. عند اكس بزيرو خلي بالك بس كده يا حبيبي، عند اكس بزيرو ارجع هنا كده يعني ايتا بكام؟ اه طب عند كان اكس بزيرو كانت التمشر بكام؟ بالتي سيرفيس او التي نوت اللي هو مداني دي. طب بص كده ات اكس ايكوال زيرو يعني عند ايتا بزيرو برضو التي بتي نوت، يعني اقدر اكتبها بالشكل ده التمبرتشر عند ايتا بزيرو ايكوال تي نوت، يبقى الباوندري كونديشن الاولاني ده ما فيهوش لا اكس ولا تايم برضو، في ايتا بس تمشر وايتا. طب حلو قوي. الباوندري كونديشن الثاني كان عندنا عند اكس بانفينيتي، اه ثانيه واحده بس، اكس بانفينيتي يعني ايتا بكام؟ معلش ايتا بكام؟ حط الانفينيتي تايم تحت هنا بانفينيتي، يعني الايتا تطلع بكام؟ الاكس ايه تاني؟ مع اسف اسف، الاكس بانفينيتي فوق، اسف معلش، الاكس بانفينيتي يبقى الايتا بكام؟ بانفينيتي. يعني كان عايز اقول له عند ايتا بانفينيتي، ايوه كان ايه بقى عند اكس بانفينيتي هناك؟ كان ايه؟ التي بتساوي التي انيشال، يبقى نقدر نكتبها كده ان التمبرتشر عند ها ايتا بانفينيتي ايكوال تي انيشال، يبقى برضو الباوندري كونديشن ده ايه؟ ما فيهوش اكس وتايم. ايه رايك؟ مشكلتي فين؟ كان عندي واحد هناك انيشال، كان عندي واحد هناك ايه؟ ده انا خايف اشوفه هنا تبقى مصيبه، ما المفروض يختفي. تعال بقى نشوفه هناك انيشال كونديشن عند تايم بزيرو، ثانيه واحده كده عند تايم بزيرو حط التايم هنا بزيرو بقى كده، يعني ده بكام؟ الايتا تبقى انفينيتي، يبقى الاكس بكام؟ يبقى التمشي بكام؟ طب ما هو نفسه ده، يبقى الراجل ده وستيك صح؟ اخترعته؟ في حد تأتأ بس مش عارف، حد تأتأ هنا؟ كله اقتنع؟ الحمد لله. يبقى انا شغلتي احل دي بقى خلاص بقى، وانا مطمن تمام التمام وما عنديش اي مشكله. اي سؤال؟ اي سؤال؟ يلا اقرا الكلمتين دول كده. كله في الاوكي؟ طيب هنعمل ايه احنا دلوقتي؟ اه عايزين نبدا نحلها بقى. احنا دلوقتي خلاص الحمد لله عملنا ريدكشن للايكويشن من كونها بارشال الى اوردينري. يلا بقى نحل بقى، ولا كمان ما نعرفش نحل الاوردينري؟ لا واحنا ما نعرفش نحلها برضو بالمناسبه، يعني هتكتشف دلوقتي ان احنا مش هنعرفين نحلها برضو، وهنستعين بالناس بتوع الماس برضو يطلعونا من ايه، من كم مطب كده، بس يعني نحاول فيها كده. يلا جاهزين؟ خد نفس عميق. يلا عادي عادي عادي، واحده واحده. خلي بالك ان احنا في الاخر عايزين نوصل ليه يا جماعه؟ احنا عايزين نوصل ليه؟ انا عايز في الاخر التي فانكشن في اكس وتايم، عايز شكل الفانكشن بقى. فانا بحل، هحل المعادله دي على امل اني اوصل للمنظر ده، عند اكس بكذا وتايم بكذا يديني تمبرتشر، ده انا عايز اوصل له في الاخر خالص. طيب يلا بينا دلوقتي، دي المعادله اللي احنا عايزين نحلها صح كده؟ تمام؟ لا ادوني بقى فيدباك سريع. تمام قول لي. ها اه ماشي. طيب ماشي هنعمل ايه بقى؟ ادي دي سكوير تي باي دي ايتا سكوير السكند ديريفيتيف، هنفكه ايه؟ دي باي دي ايتا دي تي باي دي ايتا، مفيش حاجه ايكوال الكلام ده، مفيش حاجه خالص. بص بقى، بص
شايف الدي ايتا اللي تحت دي وشايف الدي تي باي دي ايتا هنا دي. الدي تي باي دي ايتا دي هرميها في المقام هنا تحت، والدي ايتا اللي هنا دي هرميها فوق هنا. حد يزعل؟ فبقت كده. حد متضايق؟ بص عليها كويس وتاكد ان انا قلته ده سليم صح. في مشكله يا جماعه؟ رتبناها بس ترتيبه كده. حلو، نعمل ايه دلوقتي؟ نكمل بقى، نكمل. يلا حط لي انتجريشن هنا كده وانتجريشن هنا كده. يلا اما تيجي تكمل الليفت هاند سايد ده، عندك المقام هنا الديفرنشيشن بتاعه موجود فوق، يبقى التكامل هو مين؟ لين المقام ده. فادي لين بتاع الدي تي باي دي. عرفت بقى ليه عملنا الترتيبه دي؟ إيه؟ انتوا لا 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 مش عايز كلام ده، مش عايز كلام ده، انا اصلا لوحدي تايه خلاص. فالكلام ده تمام يا جماعه؟ بص بص، شايف الحاجات اللي انا ملونها احمر؟ بدلناهم بدلناهم. اه ايوه دي انت بتتكلم على دي؟ لا هنا؟ ايوه ده. ايوه ماله؟ ماله؟ لا 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 ده دي، دي ده دي اللي فوق اساسا. تمام. ايه؟ اه بس انا يعني ايه عوجتها كده. عشان بس يبقى كسر على كسر وشغلانه. خلاص؟ طيب يبقى اللين بتاع الكلام ده حد متضايق يا جماعه؟ طيب بيساوي انت حاطط التكامل هنا ما تنساش، في تكامل الناحيه الثانيه برضو. يلا كمل لي بقى ده سهل ده. ها؟ هتبقى ماينس ايتا سكويرد بلس كونستانت اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ سي واحد داش. يعني داش، مش عارف ليه داش. بس هو سي واحد داش، كونستانت وخلاص. يبقى انا دلوقتي طالع لي لين، ركز ركز، لين الدي تي باي دي ايتا بيساوي ايه؟ نيجاتيف ايتا سكويرد بلس سي واحد داش اللي هو كونستانت ده. طب احنا ما بنحبش اللين ده دايما، يعني روح واخد اكسبوننشال الناحيتين. يلا بينا. فلما تاخد اكسبوننشال الكلام اللي على الليفت هاند سايد ده يطلع لك مين؟ الدي تي باي دي ايتا على طول، وادي الاكسبوننشال. خلي بالك بقى، بص كده الاكسبوننشال بتاع الكلام ده كانه الاكسبوننشال بتاع اي ماينس ايتا سكويرد مضروبه في اكسبوننشال بتاع سي واحد داش. اكسبوننشال سي واحد داش ده كونستانت فسي واحد. فهمت؟ عرفت ليه حطوها داش؟ ناس بتهزر يعني، ناس جايه تهزر. المهم في الاخر ركز بس، المهم في الاخر انا عندي بقى في سي واحد هو كونستانت مضروب في الاكسبوننشال بتاع ايه؟ بتاع ماينس ايتا سكوير. وصلت انا المنظر ده لحد هنا كده؟ حد معايا؟ يعني حد تاه؟ بس خلاص يلا. بعدين طب اعمل ايه؟ انا هنا اعمل ايه؟ عايز اكمل تاني، عايز اكمل تاني. فهات لي بقى الدي ايتا حطها لي هنا عشان اكمل بالنسبه للايتا الناحيه دي، وكمل لي الناحيه الشمال دي بالنسبه للايه؟ للتمبرتشر. فانت فردناها بس المعادله، وهنكمل نحط تكامل هنا وتكامل هنا. تكامل هنا يديني مين؟ تي. ظهرت ظهرت. انا عايز، مش قادر، انا عايزها بيساوي السي واحد يخرج بره مش كده؟ والتكامل بتاع مين بقى اخينا الباقي ده؟ ايتا باور ماينس ايتا سكوارد دي ايتا، واحط كونستانت. انا قيمه التكامل ده احط في الاخر ايه؟ كونستانت كده. ايوه في اكسبوننشال ايه؟ معلش مش هتعرف تكمله؟ طبعا مش هتعرف تكمله طبعا، لان اكسبوننشال خلي بالك انت كانك عايز تكمل ايه؟ اكسبوننشال ماينس اكس سكوير دي اكس. حد يعرف يكمله ده؟ تضرب في مين يا برنس؟ لا 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 انا كاتب من زيرو الايتا دي كده يعني، ما هو خلي بالك من زيرو الايتا اي ايتا بقى، فمش حاطط ارقام يعني، مش حاطط ليميتس. وهقول لك ليه عملناها كده، عشان عايز اطلع حاجه دلوقتي هتشوف. لحد المربع الاحمر ده فيه مشكله؟ اي سؤال؟ طيب احنا دلوقتي عندنا معادله بالعظمه دي، مشكلتي فيها ايه؟ اهي اهي المعادله اهي صح كده؟ مشكلتي فيها ان السي واحد والسي اتنين دول كونستانس مش عندي، اجيبهم منين؟ انا معايا اتنين بقى مجهزهم انا مش كده ولا ايه؟ يلا اول واحد بيقول لك، فاكرين ان عندي ايتا بزيرو كانت التمبشر بتي نوت اللي هي السيرفس. طب خلاص حط هنا، عوض هنا ايتا بكام؟ بزيرو. يعني انت بتكمل من زيرو لكام؟ فخلاص يبقى الانتجريشن ده كله مش موجود. يبقى السي اتنين بكام؟ بتي نوت صح كلام؟ طيب حط بقى التي الايتا هنا بقى بانفينيتي، حط الايتا بكام؟
بانفينيتي. ركز بقى معايا عشان هنا في شغلانه سودة. ركز بقى، ركز ركز قوي، ركز قوي. لما هنحط الايتا هنا، انا سي 2 خلاص عارفينها دلوقتي. لما نحط الايتا هنا بانفينيتي السي 1 هيطلع بالكلام ده والله العظيم. اتقل بس عليا هقول لك اقنعك دلوقتي. فالسي 1 طلع كده. حد زعلان؟ لا زعلان طبعا. انت حاليا لا يمكن تقتنع بالمنظر ده، لا يمكن. لان خلي بالك، تعرف ايه اللي يخليني كمان مش مقتنع خالص؟ ايه الباي دي؟ يعني اي حاجه تاني ماشي، لكن الباي دي جت منين؟ ده اللي مخليني لا يمكن لا يمكن، لا لا لازم اقف. بس هو هتطلع كده. طيب انا بس هقنعك شويه، هقنعك شويه بحاجه ودي هنحتاجها. احنا عندنا طبعا، هو الراجل بيعمل التكامل بقى، ظهر قدامه المنظر ده. ما هو الايتا بقى بانفينيتي بقى، مش كده ولا ايه؟ فعنده دلوقتي تكامل من زيرو الانفينيتي. ركز بقى في دي عشان هنا حته فلسفيه كده تلخبطك شويه. من زيرو الانفينيتي بتاع اي باور ماينس ايه، انا مسميها يو. ها طبعا عندنا احنا ايتا، مش كده؟ ماينس يو سكوير دي يو. التكامل ده مشهور جدا في عالم الماثيماتكس وناس عارفاه، انه بيطلع الباي جذر باي على 2. خلي بالك من حاجه، خلي بالك، انا بكامل هنا من زيرو الانفينيتي بتاع ايه، بكامل ايه؟ انا بكامل اكسبوننشال ماينس يو سكويرد دي يو، ام سكويرد دي ام، اكس سكويرد دي اكس، عفريت سكويرد دي عفريت. هو اللقشه دي على بعض كده بجذر باي على 2. فاهمين حاجه ولا لا؟ بصرف النظر، خلي بالك، بصرف النظر عن قيمه الايتا اللي جوه دي، ماليش دعوه. انتوا فاهمين ولا لا؟ خلاص تمام. طبعا في نقطه بقى، في ممكن واحد دلوقتي سخيف ورخم يقول لي بقى هي دي بقى، بقى دي ازاي؟ لا دي مش بتاعتنا بقى، خلاص ارجع بقى اعدادي وسنه اولى وشوف بقى حضرتك ممكن توصل من دال ده ازاي. ايوه اللي عايز يعني. المهم ان احنا اقتنعنا شويه. طيب الحمد لله. يبقى احنا دلوقتي معانا تو كونستنتس. مين؟ معانا تو كونستنتس هما مين؟ السي 1 والسي 2 دول. الحمد لله. نرجع بقى نعوض بيهم جنرال بقى. ادي السي مين دي؟ سي 1. وادي التكامل هو زي ما هو، وادي السي 2. ايه؟ لا لا، المره دي من زيرو الايتا بقى، مش زيرو انفينيتي. خلاص كده لحد المربع البرتقالي ده، حد زعلان؟ اي سؤال يا جماعه؟ هاي كويس اهو، ده اللي احنا واصلين له من شويه، البرتقالي. فهو بقى قال لك ايه، سهله بقى خلاص، يلا بينا. ادي التي اهي، بص كده، ماينس تي نوت. فين التي نوت؟ اهي دي، صح كده؟ رماها هناك، التي نوت دي رماها هناك. اوفر مين؟ البراكت ده اللي هو تي انيشال على مش عارف مين. الريشيو دي، خلي بالك بقى من حاجه، الريشيو دي تي ماينس تي نوت. التي نوت دي اللي هي مين؟ اللي هو التي سيرفيس اللي انا مثبتها، ده الباوندري بتاعي، على التي انيشال ناقص التي نوت. الريشيو دي دايمنشنلس. لا لا لا، بس يعني انت واخد بالك الحل عمال ايه؟ يجنرالايز نفسه. انت فاهم؟ انتوا معايا ولا لا ولا ايه؟ فالترم ده حلو قوي، ده كويس، ده عاجبني ده. التي ماينس تي نوت على تي انيشال. انا بدور على مين؟ انا عايز مين انا؟ انا عايز التي دي. ما هو تي نوت ده عندي، عند السيرفيس، والتي انيشال موجود في المساله. انا مشكلتي ان انا عايز اعرف التي بقى دي، جنرال تي عند اكس وتايم. طيب بيساوي ايه؟ بيساوي ادي الاثنين على جذر باي في التكامل العظيم ده، اللي هو من زيرو الايتا بتاع الكلام ده. ماشي، حلو قوي. حد متضايق؟ الناس برضو بتوع الماس قالوا لنا، قلت لك بقى عدي معايا المحاضره، ان الجزء ده كده، الجزء ده اللي هو لما تكامل، بص بقى، لما تكامل انت من زيرو لام اكسبوننشال ماينس ام سكوير دي ام، مش من زيرو الانفينيتي زي المره فاتت، لا من زيرو الحاجه الفاريبل بتاع اكسبوننشال ماينس الفاريبل ده سكوير دي فاريبل، وتضربه في 2 على جذر باي، القصه دي كلها على بعض اسمها ايرور فانكشن.
ماثيماتيكال فانكشن مشهوره جدا اسمها ايه؟ ايرور فانكشن. عارفين زي جاوسيان فانكشن بتاعت النورمال ديستريبيوشن كده وحاجات بتاعت البروبابيلتي والشغلانه دي. فهي ماثيماتيكال ماثيماتيكال فانكشن مشهوره قيمتها. خلي بالك ماثيماتيكال فانكشن بتعتمد على الابر ليميت بتاع الانتجريشن. الابر ليميت بتاع مين؟ بتاع الانتجريشن. انتوا فاهمين حاجه؟ توتو ايه يا جماعه؟ مش عارف انا كل شويه حد يطلع لي بتوتو. حد مش فاهم؟ حد ملخبط؟ الكلام اصلا ما فيهوش حاجه يعني. يبقى احنا يبقى احنا دلوقتي التي ماينس تي نوت على التي انيشال ماينس تي نوت دي بتساوي ايه؟ طلعت ايه في الاخر؟ ايرور فانكشن في مين؟ في الايتا. طب ما انا عندي الايتا. طب ما انا عارف الايتا اصلا. ما تنساش الايتا دي كانت بكام؟ باكس على 2 جذر. ما كانتش 2 كانت 2. استناني بس. كان 4 هنا. في 4 في 4 الاربعه تطلع بره ومش عارف ايه. هتبقى 2 بره يعني مش مشكله يعني. المهم انه ايه؟ فين احنا؟ فين اهي؟ فبقت الايرور فانكشن بتاع الايتا. فكيت انا الايتا بس صح كده بس خلاص. يبقى دلوقتي خلي بالك بقى، خلي بالك احنا وصلنا لحاجه دلوقتي ممتازه جدا، ان التي ماينس تي نوت اوفر تي انيشال ماينس تي نوت بيساوي ايه؟ ايرور فانكشن للكلام ده اللي هو اكس وتايم اهو. يعني انا بقى في المساله، انا في المساله عندي اكس وعندي تايم ومطلوب مني اجيب تمبرتشر. ادي الاكس اروح راميها هنا وادي التايم اروح راميه هنا. بقى حسبت الكلام اللي جوه ده، عايز احسب له ايرور فانكشن. لو حسبت ان شاء الله يعني هنحلها دي، لما احسب له الايرور فانكشن بتاعه يبقى انا جبت مين؟ الريشيو دي. اجيب التي. حد زعلان؟ انا بقول لك بس ان الحته دي هي اللي ايه، ذا ستاندرد ماثيماتيكال فانكشن هاز نيوميريكال فاليو ذات ديبندز اون ذا انتجريشن ابر ليميت اللي هو الايت اللي فوق ده. بالمناسبه عشان بس ما حدش يفهم غلط، ركز. الايتا دي مش بالضروره تبقى الايتا اللي جوه دي. يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني انا لو جيت قلت لك مثلا، بص كده، بص تكامل من 0 ل 10 بتاع اي ذا باور ماينس اكس سكوير دي اكس، ده الايرور فانكشن ال 10 ده تعريفه. ماليش دعوه بقى ان اللي جوه ده ايه. مش يعني اقصد ان مش لازم الايتا دي تبقى نفسها الايتا دي، لا، هو الفورما دي ده تعريف الايرور فانكشن للابر ليميت. ايه؟ لا من زيرو. حد عنده مشكله؟ حد عنده اي سؤال يا جماعه؟ طيب يبقى احنا بقينا ايه دلوقتي؟ ادي التمشه ديستريبيوشن اهو كده خلاص. الكلام ده بيساوي الكلام ده. ايه اللي باقي لي انا دلوقتي بقى؟ ان انا اعرف الايرور فانكشن دي احسبها ازاي انا. افتح لي بقى الداتا شيت صفحه 33. افتح بسرعه كده الداتا شيت صفحه 33. اللي ما معهوش داتا شيت يبص مع حد معاه يعني تصرفوا. خلاص كله فتح صفحه 33. شفتها؟ بس خلاص قفل. مفيش حاجه، هي بتنطق. هي بتنطق اصلها جدول. عندك جدول اهو. العمود الاولاني دبليو، العمود الثاني الايرور فانكشن بتاع الدبليو. بس خلاص. العمود اللي بعده دبليو ايرور فانكشن دبليو دبليو ايرور فانكشن دبليو وهكذا. فانت دلوقتي هتعمل ايه في المساله دي؟ اهو تعالى كده هنا، احسب انت الاكس على 2 جذر الفا تي وسمي دبليو، وخش انت هنا دور على في العمود بتاع دبليو على الرقم بتاعك. مش هتلاقيه طبعا، هتانتربوليت. بس هتانتربوليت وتجيب الايرور فانكشن عند اللي انت بتدور عليه.
لينير انتربليشن عادي. ايوه الالفا دي بقى ها؟ حد بقى يرد عليه بقى يا جماعه، بيقول لك الالفا دي ايه بقى، اجيبها منين انا الالفا دي؟ يعني انت سبت الايتا وسبت العجن احنا بنعجنه ده كله. انا هسيبهم هم يردوا عليك. طيب فهمنا يا جماعه هنعمل ايه الايرور فانكشن، هنعمله ازاي؟ خلاص هتقدر اي قيمه تعرف تحسب لها الايرور فانكشن بتاعها. طيب بص عايزك تبص لي على حاجه كده، بص لي على حاجه تحت بيقول لك ايه تحت الجدول ده. The Gaussian error function is defined as error function بتاع W ها W واخد بالك، بتساوي 2 على جذر باي بتاع من 0 لايه ل W بتاع ايه بقى شايف exponential minus v squared v. تعمد هنا بقى ما يحطها لكش W عشان ما تلخبطش. الموضوع كله معتمد على الابر ليميت اوف ذا انتجريشن، هي دي اللقطه فاهمين. طيب في حاجه تحتيها بقى بيقول لك ايه دي كومبلمنتري ايرور فانكشن، اللي هي بتبقى ايرور فانكشن سي. لما بيبقى فيه السي دي تفهم دي كومبلمنتري بتاعتها، اللي هي تكمله الواحد بقى، يعني واحد ناقص الايرور فانكشن. يعني الكومبلمنتري ايرور فانكشن للدبليو هي واحد ناقص الايرور فانكشن بتاع الدبليو. خلاص هنحتاجها في ايه، هتظهر معانا كمان شويه، كمان شويه هتبان. لحد هنا حد متضايق؟ حد زعلان؟ طيب اقلب الصفحه كده، هات لي صفحه 35، هات لي صفحه 35 تلاقي ايه بقى، ركز بقى كده ركز، هتلاقي الجدول ده جدول مكتوب فوق كده سولوشن ريزلت. طبعا اللي موجود في الجدول عندك هنا بقى دي الخلاصه، دي النتيجه النهائيه، دي النتيجه الايه النهائيه اللي هي دي، مش احنا وصلنا لدي؟ اهي هي محطوطه بقى. اللي بيقول لك سولوشن ريزلتس الان ستيدي هيت ترانسفير ان سيمي انفينيت سوليد ويز يونيفورم بروبرتيز، دي حالتنا بالظبط. الكيس الاولاني عندك كيس اي، شايفينها كيس اي اللي هي ستيب تشينج ان سيرفيس تمبرتشر، شايفينها ولا لا؟ عن انزل كده تحتيها ستيب اللي هي كيس نمبر 2 كونستانت ايه كونستانت سيرفيس هيت فلكس، اللي هي تبقى الحاله الثانيه بتاعتنا احنا. اقلب الصفحه كيس 3 ها سيرفيس كونفكشن، عندي كونفكشن، ادي الثلاث حالات. طبعا في حاله رابعه اللي هي البريودك او الساينسويدال سيرفيس تمبرتشر، دي مش هنتكلم فيها. فاحنا عندنا الثلاث حالات دول بس اللي احنا مهتمين بيهم دلوقتي. في كل حاله منهم جايب لك ايه، هو جايب لك ايه الحل النهائي ده اهو. بص لي كده، بص لي كده الكيس الاولانيه اللي هي ستيب تشينج ان سيرفيس تمبرتشر. طبعا هو في الجزء اللي على الشمال بيقول لك الباوندري كونديشن زي ايه، بيشرحها لك ومتهيألي واضحه لو بصيت عليها هتبقى فاهم. السيرفيس تمبرتشر اللي هي اسمها تي نود دي ثابته اهو، واخد بالك؟ مع التايم، ثابته مع التايم يعني. وبيقول لك ان التي عند اي اكس وزيرو، طبعا الزيرو ده في التايم بتبقى تي انيشال، والتي عند اي اكس بزيرو واي تايم تبقى هي مين؟ التي نود اللي مثبتها، والتي عند اي تايم انفينيتي ده اللي هو الثالث فاكرين؟ عند اي اكس بانفينيتي اسف، عند اي اكس بانفينيتي واي تايم بتي انيشال. دي باوندري كونديشن بيوصفها لك، وده احنا قلناه في الاول. طب النتيجه هي اللي على اليمين دي اللي احنا وصلنا لها، يبص كده اهو تي ماينس تي نوت اوفر تي انيشال ماينس تي نوت بتساوي الايرور فانكشن بتاع اكس على 2 جذر الفا تي. بس خلاص جت منين بقى دي؟ ادينا شفنا. فاهمين ولا مش فاهمين؟ حلو قوي. بس هو طبعا هو كاتبها لك تي، بيقول لك ان تي فانكشن في اكس وتايم، طبعا احنا عارفين دي تي فانكشن في اكس وتايم. طيب اقفل بقى تاني وتعالى لي. طيب احنا المره اللي فاتت ما كنا فاكرين ان ما كنا بنتكلم على هيسلر تشارت، والمره اللي قبلها ما كنا بنتكلم على مين؟ على مين اللي قال ما قال ما يقولش تاني ها لامبت كاباسيتنس، فاكرين ولا لا؟ كان بعد ما بنطلب منك الطلب الاولاني اللي هو احسب لي التمبرتشر عند تايم كذا او التمبرتشر عند تايم كذا واكس كذا يعني حسب، كان بيطلب منك مطلوب تاني فاكرينه بتاع ايه؟ مش فلاكس، لا بقول لك انا عايز اعرف كميه انرجي انا فقدتها قد ايه او اكتسبتها قد ايه خلال التايم بيريد كذا، فاكرين ولا لا؟ فده احنا عايزين برضه نشوفه. يعني انا عندي الجسم ده دلوقتي كان انيشيالي عند 20، رحت فجاه مخلي السيرفس تمشن بتاعته 100 ومثبت ال 100، بعد خمس دقائق اقول لك احسب لي النقطه دي عندها التمشن بكام؟ ده خلاص دي حليناها. السؤال اللي بعده قول لي بقى خلال الخمس دقائق دول
الجسم خد كمية انرجي قد ايه؟ ابزوربد كمية انرجي قد ايه؟ فاهمين؟ فاحنا عايزين نحسب دي برضو. طب عشان احسب طبعا خلي بالك الهيت ابزورب دي الجسم عمال ياخد هيت بياخد هيت باي ما الهيت بيترانسفر جواه باي ايه؟ باي كوندكشن مش كده؟ يعني عشان تحسب انت الكيو دي عشان تحسب الكيو دي محتاج تطبق فوريرز لو مش كده؟ الكيو باي فورير بتساوي ايه؟ ماينس كي في الاريا في الايه بقى؟ التمشر جريدينت بارشال تي بارشال اكس تمشر جريدينت. فانا ما كانش ينفع افكر في الخطوه دي قبل ما ابقى جاهز اصلا بالتمبرتشر. يعني لازم عندي تمشر عشان اعرف اجيب جريدينت. ما دي كانت قصتنا انتوا فاكرين حتى في الشابتر 1 وشابتر 2 بتاع الانتينا هي جنريشن وزاوت انتينا جنريشن كان بيعمل ايه؟ كل الحكايه كان بيعمل ايه؟ يقعد يحكي 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 في الاخر عشان يجيب ايه؟ التمشر جريدينت التمشر بروفايل. ليه؟ عشان اجيب الجريدينت تحسب كيو. ما هو اصل الحكايه كده. انتوا فاهمين ولا لا؟ فنفس الحدوته هنا برضه. طيب فانا دلوقتي عايز احسب ايه بقى؟ ركز بقى ركز. عايز احسب كميه الكيو ادد للجسم ده او ابزوربد يعني حسب بقى الاتجاه يعني. طيب فبنقول الكيو دبل داش ات ذا فلكس. طبعا لما بكتب انا كيو سمول كيو كده بقصد بيها مين؟ لما بكتب انا لا الفلكس هي الدبل داش. دبل داش معناها فلكس. انما اما بكتب سمول كيو ريت ريت يعني ده انستنتينيوس يعني دي كده تبقى وات بير متر سكويرد. الكيو دبل داش دي انا لو قدرت اجيبها هكامل بالنسبه للتايم واجيب الكابيتال كيو بقى اللي هي الانرجي اللي انا عاوزها. فاهمين ولا مش فاهمين؟ يعني مش هي دي اللي انا عاوزها يا جماعه. انا مش عاوز الفلكس انا مش عاوز انستنتينيوس فاليو بالوات. انا عايز بعد خمس دقائق او بعد 10 دقائق خدت كميه انرجي قد ايه؟ انرجي جولز. فلازم انا اجيب القيمه دي واعمل فيها ايه؟ هكملها مع التايم. مع التايم لازم صح ولا لا؟ طب وليه اكملها مع التايم؟ اضربها في التايم خلاص. مش ثابته مع التايم عشان كده لازم نكملها مع التايم. صح الكلام ده؟ يبقى احنا دلوقتي عايزين نجيب الاول الريت ده. طيب هو دلوقتي بص كده ادي الجسم اهو ادي الجسم اهو انا حاطط حاجه مخليه السيرفيس تمشي ده ثابت ففي هيت فلكس بيدخل في هيت فلكس بيدخل مش كده؟ الهيت فلكس اللي بيدخل على السيرفيس ده مش هو ده اللي في الاخر بيدخل الانرجي؟ يعني هو الانرجي هتدخل منين يعني هتروح فين؟ ما داخله من على السيرفيس. يعني الكيو دبل داش اللي داخله السيرفيس دي لو كملتها مع الزمن هيديني كميه الكيو اللي دخلت الجسم مش كده؟ صح ولا لا؟ فعشان كده دي اللي انا بهتم بيها دلوقتي. فانا بجيب الكيو دبل داش عند السيرفيس يعني عند اكس بكام؟ بزيرو. والكيو دبل داش احنا عارفين من فورير انها ماينس كي شلت الاريا بقى احنا بنتكلم ان ترمز اوف فلكس في بارشال تي بارشال اكس عند اكس بزيرو. تمام؟ يبقى انا دلوقتي كل اللي انا محتاجه اجيب بقى البارشال تي بارشال اكس عند اكس بزيرو دي. ده اللي انا عايز اجيبه. طب ما انا معايا فوق مين؟ انا معايا التنشن ديستريبيوشن اهو ادي تي فانكشن في اكس وتايم اهو. يعني عايز لو عايز اجيب بارشال تي بارشال اكس عارف اجيبه يعني. صح ولا لا؟ طبعا هي في مشكله بس حته الايرور فانكشن دي. صح؟ انما المفروض يعني نظريا هعرف افاضل يعني. فاحنا عشان نهرب عملنا ايه؟ ادي تي ماينس تي كتبت المعادله دي بس بالشكل ده. تي ماينس تي نوت وضربت التي انيشال ماينس تي نوت اللي في المقام دي رميتها فوق هنا والايرور فانكشن بتاع ايدا رجعتها ايدا تاني. هقول لك ليه هتعرف ليه دلوقتي. خلاص انا بس عايز اقول لك شويه حاجات برضو كده. بص فاكرين دي؟ ده تعريف الايرور فانكشن تعريفه هو اصلا مش كده ولا ايه؟ ده تعريفه ما تنساش. كان 2 على جذر باي تكامل من 0 للايتا بتاع ماينس اي اي حاجه في الدنيا اكس سكويرد دي حاجه في الدنيا مش كده؟ وادي تعريف الايتا اصلا. حد ما زعلان؟ ده اللي احنا عارفينه اصلا. طب انا ليه بقى رجعت الصوره دي من ده لده تاني؟ عشان ارجع المنظر الايرور فانكشن ده اكتبه تاني بالتكامل ولما فاضل اطير التكامل. ما انا اصلا عايز افاضل التي. انتوا فاهمين انا بعمل ايه؟ بس فده اللي هيحصل اهو. هنكتب بقى ادي البارشال تي هنفاضل بقى المعادله دي يلا. هنفاضل بالنسبه لمين؟ هنفاضل بالنسبه للاكس. يبقى البارشال تي بارشال اكس بتساوي بتساوي ايه بقى؟ بارشال تي بارشال اكس ايوه بتساوي الكلام ده الكلام ده كله طبعا التي انيشال ماينس التي نوت ده ثابت. يبقى باقي لي ايه بقى دلوقتي؟ بارشال اكس بتاع الايرور فانكشن للايتا. البارشال اكس ده افكه بالتشين رول برضو. بارشال مش بارشال بقى دي باي دي ايتا في البارشال ايتا بارشال اكس هي
فاهمين ولا لا؟ خلاص. ويبقى بالنسبه لي انا عايز بقى اكامل افاضل الايرور فانكشن اهي ظهرت، ده اللي انا بعمله وده الخطه اصلا من الاول عشان اعرف افاضل بسهوله بس خلاص. فاما تيجي تفاضل انت الايرور فانكشن كل اللي هتعمله تشيل بس الايه علامه التكامل دي بس، وتضرب في الاخر في البارشال ايتا بارشال اكس، تعرف تجيب انت بارشال ايتا بارشال اكس من هنا مفيش مشكله صح ولا ايه؟ بس فانت عندك ادي تي انيشال ناقص تي نوت، ولما شلنا التكامل فظهر معانا ادي الاثنين على الجذر باي في ايه اللي جوه ده، ما هو ده التكامل. بعد ما شلنا التكامل بقى خد اللي فيه اللي هو الاكسبوننشال ايتا ماينس ايتا سكويرد، وضربنا في البارشال ايتا بارشال اكس اللي احنا هنعرف نجيبها من هنا. بس نعمل شويه سمبليفيكيشنز بسيطه كده ويبقى في الاخر تمشي الجريدينت بالشكل ده. حد متضايق؟ حد زعلان؟ يبقى الكيو دبل ده خلي بالك ده تمشي جريدينت، انا لسه ما حطيتش عند اكس بزيرو، ده تمشي جريدينت في العموم. حط لي انا دلوقتي اللي يهمني انا عايز تمشي جريدينت عند اكس بزيرو، ده اللي انا عايزه. يبقى تحط لي في الاكسبريشن ده كله الاكس بكام؟ اكس بزيرو هنا يعني اكسبوننشال زيرو بواحد طير، فتبقى مين؟ التي انيشال ناقص التي نوت على جذر باي الفا تي اضربه في ماينس كي عشان تجيب بقى الكيو دبل داش. بس الماينس دي طبعا هتقلب البراكت ده، يعني البراكت ده بدل ما كان تي انيشال ماينس تي نوت بقى تي نوت ماينس تي انيشال، وادي كي ظهرت هنا. بس مع شويه سمبليفيكيشنز برضه هيطلع من المنظر ده. افتح بقى الداتا شيت صفحه 35 هتلاقي الشكل ده ولا عندك. صح كده؟ ما تنساش بقى حاجه ان المنظر ده، المنظر ده ركز كده معايا، المنظر ده ده الانستانتينيوس هيت فلكس عند السيرفس. لما اجي اطلب منك احسب لي كيو بعد خمس دقائق اللي دخلت الانرجي، هتمسك انت ده اللي موجود عندك في الداتا شيت وتكمله من زيرو للتايم اللي انا مديهولك دي تي. اه طبعا طبعا. التكامل ده هتعرف تعمله ولا لا؟ هتعرف تعمل بقى التكامل ده ولا لا؟ يا جماعه الكي ثابت والتي نوت والتي انيشال ثابتين والباي ثابت والالفا ثابت، ده تكامل سهل جدا مفيش حاجه، ده تي باور ماينس هاف يعني هتعرف تكامله، يعني يطلع تكامل اهبل تعرف تحله عادي جدا. خلاص واضح الكلام؟ طبعا الملاحظه هنا ايه؟ انا كاتب لك اهو نوت ذات ذا تمشر جريدينت ات ذا سيرفيس از ايه؟ تايم ديبند، بيعتمد على الزمن مش ثابت، وده اللي احنا قلناه في الاول فاكرين؟ لان انا ماسك من عند نفس النقطه والكيرفات عماله تتغير، فلازم يبقى الاستوب هنا ايه؟ بيتغير مع الزمن. الاستوب ثابت والمكان بيتغير. لا الاستوب بيتغير مع الزمن. ما ده اللي احنا قلناه يا جماعه اهو. بص كده فاكرين الرسمه دي؟ السيرفيس تمشر هنا ده انا مثبته. فمع كل الكيرفات بتاعت التايم انا بادئ من نفس النقطه، فلا يمكن عند اكس زيرو يبقى الاسلوب ثابت بقى. فالاسلوب لازم يتغير مع الزمن. بص كده بص 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 عند اكس زيرو الجريدينت بيساوي كام؟ في تايم هنا، في تايم بيعتمد على التايم. بس خلاص. حد متضايق يا جماعه؟ طيب انا عملت لك التكامل اهو وعوضت بحدود التكامل وطلعت لك المنظر ده، بس المنظر ده مش عندك يعني مش موجود في الداتا شيت بقى. انت هتعمله بس هو سهل يعني. انتوا معايا ولا مش معايا؟ ها تمام. طبعا هيطلع بالجول بير ايه. بص بص رحت انا كاتبها ازاي بقى. بص كيو اتكتبت ازاي، بقت ايه دلوقتي بعد التكامل لما حطيت التكامل دلوقتي بقتش كيو سمول، بقت انرجي بقى دلوقتي مش ريت. واضح ولا مش واضح؟ ها طيب ادي كيس 1 خلصنا كيس 1. خلي بالك ده كل ده كيس 1 عشان بس ما تتوهش، كل ده كان ايه؟ كيس 1. طب احنا لو رحنا غيرنا الكيس بقى دلوقتي، رحنا نشوف مثلا بصينا على كيس 2 ايه اللي هيفرق؟ ايه اللي هيفرق؟ الباوندري كونديشن بدل ما كان عند ات اكس ايكوال 0 اللي هو يعني عند ايتا ب 0 والتي كانت بتي نوت، لا عند تي ب 0 الكيوب كام؟ بالكونستنت اللي هو الجيفن اللي هو في الهيت فلكس على السيرفس. صح؟ بس فاحنا مش هنقعد نرغي فيها بقى، ما هو نفس الكلام بقى، هنقعد نعيد نفس القصه اللي احنا عملناها دي بس غير الباوندري كونديشن. فابدا انت بقى البروف ده من الاول خالص وافضل ماشي 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 معاه، غير بس الباوندري كونديشن بس نفس الكونسبت. واضح ولا ايه؟ فدلوقتي هنبص على الحلول على طول بقى من الداتا شيت وخلاص. حد معترض؟ بص لي بقى على 35 صفحه 35 هنا. الكيس الاولانيه خلصناها هنا، حد عنده اي مشكله في الداتا شيت في كيس اي هنا؟
طب انزل بقى الكيس اللي بعدها اللي هي الكونستنت سيرفيس هيت فلكس. برضو هنا اللي على الشمال بيفهمك الباوندري كونديشن هو ايه وده مفهوم خلاص. حد عايز يسال في حاجه في الباوندري كونديشن هنا؟ روح لي بقى على اليمين بقى. روح لي على اليمين. طبعا المنظر اللي مكتوب بقى قدامك اللي هو تي ماينس تي انيشال بتساوي 2 كيو نوت دبل داش. ايه كيو نوت دبل داش دي؟ الكونستنت سيرفيس هيت فلكس بقى اللي انا مدولك. هو ده الكونديشن اصلا اللي عندي. ايوه معايا ده المفروض طبعا. على الكيف سكوير روت مش عارف ايه الفا تي على ايه اكسبوننشال بتاع مين ناقص كيو دبل داش اكس مش عارف على ايرور فانكشن كم كومبلمنتري هنا. واخد بالك؟ الايرور فانكشن اللي هنا دي كومبلمنتري. فواحد ناقص الايرور فانكشن يعني انت هتحسب الايرور فانكشن من الجدول وتطرح منها تشيلها من الواحد. تمام؟ بس خلاص. فانت معاك الحل اهو. لو انت المساله بتاعتك في الكيس دي يبقى انت معاك ايكويشن تي مع اكس وتايم تي مع اكس وتايم. حد زعلان؟ اللي تحتيها كاتب لك حاجه تحتيها هو اللي هو تي اس سيرفيس تمبشر. طبعا السيرفيس تمبشر هنا تتغير مع الزمن. احنا فهمنا بقى سيرفيس تمبشر فانكشن في التايم ماينس التي انيشال بيساوي الكلام ده. هو كل اللي عمله انه راح طلع فوق وحط الاكس زيرو يعني مش عارف هم حاطينها ليه اصلا. يعني انا بفكر اشيلها دلوقتي. انت كل الحكايه هتحط الاكس فوق بكام؟ بزيرو. مفيش حاجه يعني. طيب سؤال دلوقتي بقى في مشكله لحد هنا؟ لو جيت قلت لك بقى احسب لي الكيو الانرجي اللي اترمت بعد خمس دقائق او اللي اكتسبت بعد خمس دقائق. المره دي بقى الفلكس ثابت فاضربه في الزمن ده على طول. فمش محتاج هنا معاد مش كاتب لك حاجه هنا. واضح طبعا. طيب الحاله الثالثه تعال نروح للحاله الثالثه. اهي يلا برضه نفس الكلام بقول لك الحل موجود في الداتا شيت بس انا كاتب لك حاجه زياده هنا في الكيس رقم ثلاثه هقول لك ليه. الحاله الثالثه اللي عندي سيرفيس كونفكشن. في كونفكشن وفاهمين بقى خلاص الباوندري كونديشن مفهوم. طيب طبعا خلي بالك بص كده على الباوندري كونديشن في كيرف كده. شايف الكيرف ده عايز يقول لك ايه؟ فاهمينه؟ الكيرف ده عايز يقول لك ايه؟ ان الجسم بادئ من التي انيشال عند تايم بزيرو مش كده؟ والتي بتاعت الفلويد اللي بره اللي هي تي انفينيتي رقم تاني غير الانيشال. مع الوقت لو ديت الجسم ده تايم كبير هيوصل في الاخر لتي انفينيتي. فهو رايح شايف رايح 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 للتي هو مسميها هنا تي اف فلويد يعني. هو رايح للتي فلويد احنا فاهمين كده يعني. طيب ماشي. بص الحل بقى انا يهمني الحل بقى يعني انا يهمني اكتر دلوقتي الحل. بص الحل حاجه كده ايه عنب. عندك التي اوفر تي ماينس تي انيشال على التي فلويد. التي فلويد اللي هي التي انفينيتي يعني. ماينس التي انيشال ايكوال كومبلمنتري ايرور فانكشن ماينس اكسبوننشال حاجه زائد حاجه كل ده مضروب في كومبلمنتري بتاع حاجتين سواد. واخد بالك؟ يعني انت خلي بالك انت لو معاك كل حاجه هنا جيت بس تعوض هتغلط. يعني انا مديك يعني انا مديك كل حاجه في المساله التركان ان انت تعوض بس هتغلط غالبا. لان خلي بالك ده تروح تجيب ايرور فانكشن وبعدين تجيب الكومبلمنتري بتاعه واصلا ايرور فانكشن جوه حاجتين مجموعين على بعض هتغلط في السكه دي لازم هتغلط. فهم بقى عشان الموضوع هنا سخيف فاخترعوا ارجع بقى صفحه كده 34 للحاله دي بس للحاله دي بس ممكن نستخدم التشارت ده. هم عملوا ايه؟ عملوا ايه؟ رسموا المعادله بس عشان ما اقعدش اعوض بقى وارقام وبتاع. رسموها بص كده على الاكس اكسس. الاكس اكسس ها اكس على الايتا كل ده الايتا اللي هو الاكس اوفر 2 جذر الفا تي ده كل ده الايتا. والواي اكسس مين؟ التي ماينس تي انيشال على تي انفينيتي ماينس تي انيشال. واخد بالك بقى من حاجه؟ الاكس اكسس دايمنشنلس والواي اكسس دايمنشنلس. تمام ده عشان كده موجود والناس بتستخدمه على طول. طيب وشويه كيرفات بقى. الكيرفات دي هي ايه؟ بص كده على الكيرفات كل كيرف عليه رقم. الرقم هو مين؟ اتش جذر الفا تي على كي. خلاص ما انتش احسب الكلام ده. شوف الكيرف بتاعك احسب الاكس اكسس اقطع روح هات التمبشر. خلاص كده. بس خلي بقى اوعى تنسى ان الشارت ده معمول بس الحاله الثالثه. كاتب لك تحت ايه؟ اقرا كده تحت تمبشر هيستوريز ان سيمي انفينيت سوليد وذ سيرفيس كونفكشن. خلاص بس. طيب ارجع بقى تاني صفحه 36 كده. ارجع تاني صفحه 36 بعد ما خلص هو المعادله دي راح كاتب لك معادله تحتيها شايفها التي اس برضه عمل ايه هنا؟ حط فوق الاكس بزيرو فبرضه دي فكك يعني مش مهم قوي.
بص على المعادله الثالثه بقى. المعادله الثالثه ايه؟ المعادله الثالثه الفلكس عند السيرفس. ليه مديني المعادله دي؟ عشان اجيب منها كيو الانرجي ادد اور ريموفد من الجسم ده خلال تايم انترفال معين، مش كده؟ بس ده خلي بالك ده برضو ايه؟ ريت. ده برضو ريت. ده بص كده عليه، اتش في تي فلويد ناقص انيشال اكسبوننشال مين في ايرور فانكشن كومبلمنتري بتاع مين. المفروض بقى هتاخد الكلام ده وتكمله انت بقى حضرتك. انت متصور اللي هتعمله في نفسك؟ انت هتاخد المعادله دي وتكملها من زيرو لتي دي تي، طبعا مستحيل. فانا كملتها واديتها لك. لا فدي غشها اهي، غشها من هنا اهو. صور يعني كده كده هبعت لكم المحاضره يعني، بس اقصد ان هي دي بعد التكامل بتاع المنظر الفظيع ده. لا احنا اكيد مش بالغباء نقعد نحفظ حاجه زي دي اكيد. طيب مفيش حاجه تحفظ، ما عندناش حاجه تحفظ الا لو مثلا اقول لك احفظ فورير مثلا، هطبع لك اللي انت محتاجه طبعا بزياده يعني اكيد، بس اللي انت عايزه هتلاقيه. اه طبعا لازم يعني مثلا في حلقه زي دي هديك الثلاثه مثلا يعني، في التشارتس هديك كله يعني كده يعني. لا 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 غالبا لا، بنسبه 99% احنا بنطبع لك اللي انت عايزه بس. طيب انا كده خلصت يعني، بص كده كده الحمد لله، ولكن عندي شويه ملاحظ كده. خلي بالك الشيطان بيكمن فين؟ في الزخانيق دي. اول حاجه، اول حاجه طبعا انا دلوقتي عمال احكي لك وفي الشرح كده ان احنا عندنا ايه؟ عندنا مساله قايل لك الاكس بكذا والتايم بكذا احسب لي تمبرشر. ده السيناريو اللي احنا ايه عمالين متصورينه من اول ما بدانا. طيب ممكن يحصل سيناريو تاني ان انا اقول لك التمبرشر اهي وعند الاكس دي قول لي كام ده حصل بعد التايم قد ايه؟ فيها مشكله؟ فيها مشكله؟ ما ترد عليا. مفيش مشاكل. بس هو في مطب بس صغير. ايه المطب؟ بص كده، بص لي كده في ايكويشن اولانيه خالص بتاعت اول كيس مثلا. بتاعت اول كيس. المره دي انا مدي لك ايه في المساله؟ مدي لك التمبرشر والاكس وطالب منك اقول لي كده تجيبه ازاي؟ بص كده في المعادله. بص بس كويس. انت مشكله ان التي موجوده جوه الايرور فانكشن. فانت مش هتعرف تحلها كده بسهوله. بالظبط. فالمساله دي لازم تتحل ترايل اند ايرور، لازم لازم لازم. خلاص هتعمل ايه ترايل اند ايرور ازاي يعني؟ هتعمل ايه؟ بص هتفرض تايم. ما في الاول لازم تفرض تايم. خلي بالك بس من حاجه، بص لي كده على الليفت هاند سايد. الليفت هاند سايد عندك كله ولا مش عندك؟ الليفت هاند سايد كله عندك. حلو قوي. بيساوي ايرور فانكشن لحاجه، احنا بندور على الحاجه دي بقى. فانت هتعمل ايه؟ هتفرض تايم، يعني كانك فرضت دبليو. تخش الجدول تجيب قيمه ليه الايرور فانكشن بتاع الدبليو اللي هو المفروض الليفت هاند سايد اللي معاك. والله لو طلع هو يبقى انت يعني مصلي الفجر ونازل، مستحيله دي. فهيطلع لك رقم غير الليفت هاند سايد اللي انت عايز توصل له، صح كده؟ طيب تعمل ايه؟ خلي بالك ان انت عارف الاتجاهات، يعني انت عارف لو زودت التمبتشر، لا اسف، لو زودت التايم التمبتشر هتزيد ولا تقل، مش انت عارف كده؟ حسب المساله يعني انت فاهمها. فانت مثلا التمبتشر كانت بتزيد مثلا، خلاص يبقى الرقم اللي انت جايبه ده مثلا كان اقل من الليفت هاند سايد، فانت عايز تعمل ايه؟ تزود التايم، مش كده؟ زود التايم، تعمل نفس الشغلانه وتحسب الليفت هاند سايد من جديد من الايرور فانكشن، ها؟ تقارنه بالليفت هاند سايد اللي معاك الثابت اللي انت عايز توصله لسه اقل، تزود تاني لحد ما توصل للقطه معاك رقم قبل ورقم بعد. فاهمين؟ يعني معاك رقم للتمبرتشر، للاسف للتايم، مديلك ليفت هاند سايد اللي هو الايرور فانكشن يعني اقل من القيمه اللي انت عايزها، ورقم تاني للتايم اعلى من القيمه اللي انت عايزها. انت ماسك اتنين اهم، انت بينهم بقى، انت متاكد؟ خد الاثنين تمبرتشر دول وانتربوليت، يبقى انت جبت كده تو تايمز اسف،
وانتربوليت. فاهمين حاجه؟ دكتور احنا ليه ما نخشش في الجدول اللي احنا كان معانا ده واحنا معانا ليفت هاند سايد اصلا؟ ليفت هاند سايد هو اللي كنا بنطلعه من الجدول ومنها نعمل انتربوليت بتاعته. هتبقى صعبه شويه، هتبقى صعبه، هتبقى صعبه. معانا ليفت هاند سايد ومعانا جدول، دور على ليفت هاند سايد فين في الجدول؟ ممكن 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 برضو ممكن 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 ايه؟ في شيء في كل حاجه. طيب الحاجه الثانيه، اسمع الحاجه الثانيه. انا غالبا انا هنا تقريبا خلاص كده ما عنديش ايه حاجه ثانيه اقولها، انما عندي حاجه ثانيه المره اللي فاتت في الشورتس بتاعت هيسلر. انتوا حليتوا عليها ولا لسه؟ خلصتوا حل؟ ايوه في سيكشن. طيب انا عايز بس اقول على اكد على حاجه عشان احتمال تلخبط شويه. افتح لي صفحه 38 كده. فتحت 38؟ طيب بص لي كده على الشارت اللي تحت اللي هو بتاع كيو، الشارت بتاع الكيو. انا مش عارف المره فاتت نسيت اقولها ليه. الاكس اكسس بتاع الشارت ده قلت لك انا متهيألي انه لوج سكيل، بس بتبقى في مشكله، بتبقى في مشكله في الشارت ده. عرفتوها الناس اللي حضرت السكاشن؟ شفتوا دول حليته وخلصنا و... ايوه ماشي. ما في ناس خدت ولا لسه ما حدش خد خالص؟ وبعد كده ما خدش ازاي؟ ازاي ما خدش سكشن؟ ازاي ما خدش سكشن في الموضوع ده؟ طيب يا جماعه اما تيجي تبص على الاكس اكسس ده زي ما انت شايف كده هو لوج سكيل مش ماشي لينير، ففي مشكله في حاجه. بص مثلا عايزك تبص لي على الرقم اللي هو مثلا على الاكس اكسس كده، اي حاجه مثلا خد العشرة. شايفين العشرة؟ بص على العشرة. فين الخط اللي هو قدام العشرة بالظبط اللي هو في نص العشرة؟ لا لا بصوا في حاجه. كل واحد يبقى شايف انا بقول ايه عشان ده كلام دقيق جدا. خلاص شايفين رقم 10؟ فين الخط الرأسي اللي بيمثل 10 في نص رقم 10؟ شايفينه اللي هو فوقيه بالظبط ده؟ واضح ولا مش واضح؟ مش فاهم ايه؟ يعني مش في رقم 10 مكتوب مثلا على الاكس اكسس؟ فين بقى الرقم الخط الرأسي اللي بيمثل 10 فعلا؟ فين؟ اللي في نص الرقم اللي هو اخر خط اللي هو في خط الخط ده اللي بعدين فيه مساحه كبيره شويه. طبعا انا ده اللي هو ده بالنسبه لك يعني. ماشي؟ طيب ماشي حلو قوي، ركز بقى معايا. دي العشرة خلاص؟ اللي في الاخر 10 باور 2 اللي بعديها، النطة اللي بعديها 10 باور 2 مش كده؟ اللي هي 100 يعني. فأنت في النص بتتدرج بقى من 10 ماشي بقى إيه؟ 20 30 40 كده يعني. فامشي بقى مع الخطوط كده. أول إحنا محددين خط العشرة صح كده؟ يلا، الخط اللي بعده يبقى 20 صح؟ اللي بعده 40، اللي بعده 50، اللي بعده لحد 60 فيه مشكلة؟ وبعدين بعد الستين لو مشيت بعد كده كملت 70 تلاقي بعد كده في حاجة غريبة. فهو عند الستين الباقي 40 راح مقسمه 2، فبعد الستين بتنط 20 بقى. يعني الستين بعديها الخط اللي بعده ده 80، اللي بعده 100. فاهمين؟ هو مقسمهم بطريقته. واخد بالك؟ فاهمين ولا لا؟ يعني خد مثلا خد مثلا ال1000 اللي هو 10 باور 3. شايفين ال10 باور 3؟ فين الخط اللي يناظره اللي هو بعديه فيه حته فاضيه برضو اللي في النص ده بالظبط؟ طيب ده 1000، ده 1000. الخط اللي بعده يبقى ايه؟ 2000 صح كده؟ 3000 4000 5000 6000 8000. مش 6000 7000 لا، بعد 6000 8000. ايه؟ طب انا بقول لك اهو عشان ما حدش يقول انا ما عرفتش. ليه؟ فوقيه فين؟ لا لا لا، اللي فوقيه ده لا، ده مش لوج سكيل. لا انا اللي انا فاكره كده مش لوج سكيل. لا 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 ده عادي ده. لا لا مش مشكله مسافات، بس هو الستبس بتاعته مظبوطه يعني 0.5 ل 1 وبعد كده 2 وبعد كده 3 وبعد كده 5. يعني هو ماشي ايه؟ لينير.
مش ماشي بيضرب في 10 ماشي اه ما انت هتقسمها ماشي مش مشكله بس الفاليوز مش مضروبه في رقم. طيب حد عنده اي سؤال؟ اي سؤال؟ طيب انا كده خلصت الترانزينت كوندكشن خالص بكل الحالات بتاعته. المره الجايه هنبدا ونخلص ان شاء الله، هو ان شاء الله مره واحده يعني الفري كونفكشن. واسلمك انا كده، يبقى انا كده باقي لي بس محاضره بتاعه الايه الفري كونفكشن المره الجايه الاسبوع الجاي يوم الاثنين برضو. لا مش هيدخل خلاص. طيب انا لو جيت ما لقيتش حد، لا هو كده كده في كويز بس كده مش هينفع. ايوه ايه مالك زعلان ليه؟ مش عارف مش عارف اعمل ايه، هفكر فيها كده بس. بس يعني هي في الاخر انا مش عايز اجي الاقي 3 4 قدامي يا جماعه. لو هو هلاقي 3 4 قدامي نتفق من بدري ما اجيش. وطبعا المحاضره اتشرحت طبعا. اونلاين وحش قوي الاونلاين ده. طب لو مشيت من هنا خلاص كده يبقى انا جاي، هاجي يبقى نيجي. الاسبوع ده فين؟ لا انا ما صعب 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 جدا.